أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غريشكو أن بلاده مستعدة لاستعادة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن دون فضل من واشنطن بحسب تعبيره. وقال غريشكو في المؤتمر 15 لرابطة الشركات الأوروبية إنهم يريدون التأكد مجددا على استعدادهم لاستعادة الحوار الطبيعي مع الولايات المتحدة للعمل معا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.